محمد السيد بعد الحصول على الميدالية والفرحة الكبيرة اللي مش بس كانت من نصيبك إنما كمان كانت من نصيبنا، إيه الرسالة اللي أنت بتوجهها لنفسك وللآخرين؟ رسالتي للآخرين، لو أنت في أيا كان مجالك، لو فشلت، لو خسرت، لو قدامك حاجة كنت نفسك قوي تحلم أنك تحققها وما حصلتش، دي مش نهاية المشوار. زي ما حصل معايا في أولمبياد طوكيو، كان نفسي أجيب ميدالية بس خسرت في ربع النهائي وما قدرتش أحقق، وعدت نفسي أني هعمل كل اللي عليا وهلتزم بكل حاجة تقدر تخليني أوصل لحلمي، وهتعلم من خسارتي بس مش هخليها تأثر عليا بالسلب، وإن شاء الله يعني في يوم من الأيام هتحقق حلمك إن شاء الله. ولنفسك؟ لنفسي خلينا بقى نعمل فيديو اكسكلوزيف هنا ان شاء الله كمان 4 سنين، يبقى في ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقني بميدالية تانية كمان 4 سنين. يا رب يا رب يا رب يا رب. الرسالة اللي دايما بوجهها لنفسي ان انا يعني احلم الحلم، يعني لو سعيت انا بدل حطيت هدف قدامي وحلمت بحاجه معينه وسعيت ليها، ودايما هيبقى فيه صعوبات وحاجات كتير هتواجهني، بس الاستسلام ما ينفعش يبقى في قاموسي، المفروض يبقى انا دايما انا حاطه هدفي ولازم اوصل له واسعى له، وده اللي هيوصلني للي انا عايزاه. واي حد يعني بيبقى يعني عايز يبقى بطل في حاجه، عايز يكبر مشروع، عايز اي حاجه في حياته، لو استسلم من اول حاجه حصلت له او اول يعني مشكله حصلت له كل حاجه هتضيع، انما لو لا عافر وكمل ويعني وفضل مستمر ربنا هيكرمه في الاخر وهيحقق حلمه، ويعني ما فيش حاجه بعيده عن اي حد يعني. صح. صح. الحمد لله. ايه الرساله اللي بتوجهها لنفسك؟ الرساله اللي بوجهها لنفسي ان انا افضل زي ما انا في حته ان انا بعدي بصعوبات كتيره، بس الحمد لله بقدر اوفر كومت، وبقدر ان انا كل شويه اعديها بالناس برضو اللي حواليا واهلي. فالرساله اللي اقدر اوجهها لنفسي ان انا ما استسلمش، وان انا برضو عناية تبقى على اللي جاي، وان انا افضل يعني ما اشبعش من اللي انا عملته قبل كده، ان انا ابقى برضو عايز اعمل اكتر وعايز احقق ميداليات اكتر. واتمنى ان ان شاء الله تكون ميداليه ذهب وفضه لي انا ومحمد الجندي اخويا في اولمبياد لوس انجلوس 2028. ان شاء الله ان شاء الله يا ان شاء الله.